شنو الشيء اللي يخلي شركة أو خلينا نقول يخلي الشركات بشكل عام تنتبه حق البلوجز أو إن تفكر إن ترعى بلوج معين؟ طبعًا هو ما يكون رعاية بمعنى رعاية، هو إحنا لما نشوف إنه والله في بلوج كتاباته والله مثلًا جدًا رزينة ومعقولة، يكتب في مختلف المجالات أو حتى لو متخصص في مجال معين ولكن عنده عدد قراء معين، بالنسبة لي أنا أحسن من صفحة الجريدة. أنا كم واحد ممكن يشوف إعلاني في صفحة الجريدة والإعلان ثابت، غير لما أقدر أحط والله عنده إعلان مثلًا فلاش، الإعلان متحرك يطق كليك على الإعلان يوديه صفحة ثانية، أنا أبي أوريه شيء معين هناك. الإنترنت اليوم مجاله وايد واسع، فإحنا نختار البلوج لازم يكون خلينا نقول عنده باكيج متكامل، يكون بلوج عنده والله مثلا فيسبوك بيج، يكون عنده تويتر اكونت، يكون شوية اكتف، يكون كتاباته بعيدة مثلا. احنا يمكن نظرنا انه يكون بعيد عن السياسة والاشياء هذه، لانه قد يكون لها في اي يوم من الايام تدخل خارجي، او انه يكون هذا الشخص مدعوم من جهة، فباشر الناس قاعد يقول زين تدعم شركة او زين قاعد تدعم مدونة، المدونة هذه لها توجه سياسي معين. الشغلة الأخيرة يمكن اللي تخلينا وايد إن إحنا نحب البلوكس، إن إحنا أربع أشخاص في قسم السوشيال ميديا، أربعتنا مدونين. الإدارة عندنا ما تمنع أو ما تحتكر، ماكو إنسان راح يشتغل 8 ساعات اللي هو يندفع له فلوسهم، 8 ساعات مستحيل، أقصى شيء ممكن يشتغل إنسان 6 ساعات. إحنا ندون ولكن مو والله وقت الدوام، يعني مديري ما يجيني والله مثلا يقول لي ها خوش بوست اليوم. إحنا وكلنا نكتب أسامي مستعارة، ليش؟ نقدر نكتب أسامينا حقيقية، ولكن يمكن اللي خلال ظروف العمل نضطر إن إحنا نكتب أسامي مستعارة، ولكن البلوكس اليوم تمثل الرأي العام. آخر نقطة عبد الله، في دراسة أثبتت إن 83% من الناس تعتمد على رأي البلوك، ما تعتمد على الإعلان اللي هي شافته اللي الشركة نفسها تنزله. أنا نزلت إعلان اليوم مثال. خلنا نتكلم عن شركة زين عشان لا أحد يقول قاعد يتبلع عليها. أسرع إنترنت مثلاً في العالم. أنا كشركة أنا والله تكلمت وقلت إن هذا أسرع إنترنت في العالم. من اللي راح يحكم عليك إن هذا شيء صحيح ولا لا؟ ومن اللي الناس راح تعتمد على كلامه؟ البلوج. ليش؟ لأن هذا مستخدمه حال حالك. أنت ممكن تقعد في الديوانية تتكلم 20 شخص اللي في الديوانية، ممكن تقعد بزوارة أهلك تتكلم 50 شخص. بس البلوج هذا مثلاً إذا كان عنده على سبيل المثال بوتش كم أنا أبرج باليوم 2500 إلى 3000 شخص راح يقرون البوست هذا، أو راح يقرون راح يمرون عليه من خلال الصفحة اللي عنده. هذا غير إذا هو حط اللينك في تويتر، إذا حطه في الفيسبوك، فراح تشوفون التأثير ماله جدا كبير. وهذا الشيء اللي يخلي الشركات اليوم يمكن تعتمد على المدونات وتحبهم، يعني مو كرشاوي أو شيء، ولكن إن شنو هذول الناس رأيهم جدا مؤثر وسمحوا لي على الإطالة وقواكم الله. في أحد من السؤال؟